مساءكم سعيد، ونعود من جديد. نتمنى من الإخوان والأخوات الأحرار فعلا والحرائر باش يبارطاجوا هذا الفيديو، لأنه عنده أهمية قصوى. لحسن الحظ أن الكنانم جمدونا في السلم التاسع، كانت عندي مظلومية ورجعت منذ أزيد من 4 سنوات ونصف ونحن متواجدين يوميا بدون انقطاع بدون توقف. جابني لكم الله باش نقول لكم اللي يستحيل يقولوا لكم شي واحد، اللي عارف ما عمره يقول لكم، واللي باعوا وشراوا ما عمرهم غيقولوا لكم، لأنهم تحقوا المكاسب ديالهم. الآن كل تيركز على المطالب وتنسى المقاليب وتنسى المقاليب، تطالب بتجويد النظام الأساسي. عن أي نظام أساسي تتحدثون؟ واش رقم 1 ولا رقم 2 ولا رقم 3؟ هادو كلهم كانوا عارفين. علاش جابوا بن موسى؟ لأنه في محط الدوخ تيخلي غير فرتح. حنا كنا تنعرفوا بأن كاينين 2 الأنظمة أساسية كانوا موجدينها وشاركوا فيها الجميع. الجميع من نقول الجميع يعني كل اللي كان مشارك في الإعداد ديال هذا النظام الأساسي الجائر الجبان للجميع. الآن تيقلب على الزيادة وتيقلب على يعني تجويد العرض، إذا تيقبلوا بالنظام الأساسي. النظام الأساسي بمجرد ما زربوا عليه وبداو تينفذوا فيه ولات تتبان لكم في ليطا دونكاجمون ديالكم سون فونكسيون. تا واحد ما تينتبه للسون فونكسيون، كلشي تيهضر علاش إعادة الاعتبار للأستاذ والزيادة في الأجور والملفات التسوية ديالها إلى آخره. حنا تنفلو الناموسة من الهم ديالها باش نبقاو محافظين على الاحترام المتبادل. فدائما كانوا هما تيقولوا لكم مهننة التعليم، يعني ما بقاش حاجة اسمها الوظيفة، يعني كل شيء غيولي دي ميتي لي ميتي مهننة التعليم. وتيهضروا لكم دائما على المسار المهني وتوحيد المسار المهني، وكنت تنشر لكم تنقول لكم راه ما تيهضروش لكم على المسار الوظيفي بكل بساطة، لأنهم تخلاو على كل شيء يتسمى الوظيفة. قدموكم كقربان المدرسة العمومية بجميع اللي خدامين فيها سواء القدام ولا الجداد، كلهم مشاو إلى التوظيف الجهوي بالرؤية اللي تشوفوها هما. إذا سون فونكسيون تؤكد المسار توحيد المسار المهني في نظام أساسي واحد وموحد. في الوقت اللي كانوا دايرين غيديروا نظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات مستقل عن نظام أساسي خاص، وتبقى تحافظ على المكتسبات ديال الموظفين القدام اللي توظفوا قبل من 2016 ويبقاو تابعين للوظيفة العمومية. إذا الجميع الآن أصبح تابعا لمؤسسة يونس الشكوري. هذاك الشيء علاش يونس الشكوري متواجد في غياب تام لمزور
المكلفة بإصلاح الإدارة وصلحة الإدارة ودارت خلفها. إذن اش بغينا نستنتجو من هذا الشيء؟ نستنتج أن نظام العقوبات للدار في النظام الأساسي، لأن كل الخاضعين للنظام الأساسي الجديد ما بقاش تيسري عليهم نظام الوظيفة العمومية، لأن ما بقاش شي حاجة اسمها الوظيفة العمومية. وبالتالي فالتوصيات والمخرجات اللي جات بها اللجنة لإصلاح الوظيفة العمومية من أجل ترسيم التعاقد في التعليم وتعميمه على الجميع القطاعات فقد تم وانتهت المهمة، والآن استلمها يونس السكوري. إذن اش بغيت نقول لكم؟ هذا الشيء يدمي القلب. المشكلة ما بقاتش النضال من أجل الزيادة في الأجور ولا معالجة الملفات ولا تجويد النظام الأساسي. هذاك الشيء علاش جاء الكاتب العام وقال لك راه بدلوه لينا وما عارفين، لأن النظام الأساسي خاص يكون نظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات، ويتم الاحتفاظ بالنظام الأساسي ديال جوج 0.854 اللي تخص موظف وزارة التربية الوطنية اللي توظفوا قبل من 2016. للأسف الشديد الجميع أصبح بدون وظيفة، كلهم أصبحوا مهنيين داخل قطاع التربية الوطنية. للسيكتور ديال ليدوكاسيون ناسيونال ما بقاش شي حاجة اسمها الوظيفة أو الوزارة. والمساهمات وهاد الاتفاقية اللي دارتها وزارة التربية الوطنية مع وزارة المالية والاقتصاد خير دليل أن المساهمات اللي ولات تتمررها فهي المساهمات من يعني الميزانية ديال التسيير ديال الوزارة، وفي العموم غتكون خاصة بالموظفين ديالها. أما أطر الأكاديميات فأصلا هما تيتخلصوا من ميزانية التسيير ديال الأكاديمي. إذن علاش الوزارة غتحول المساهمات ديالها؟ وأيضا غتدفع المساهمات ديال الكنوبس ولا روتريت وما جاورهما، وأيضا المتدخلين الآخرين سيحولون يقومون بتحويل المساهمات ديالهم أيضا. إذا المشكلة كبرات. خليني تنكون جالس وندير معكم واحد المباشر لنوضح التوضيحات ونسفح التسفيحات اللي ما كاينش اللي غادي يعرف ليها، لأن قجاوج عيشورة ما يعرفوش ليها. فماشي غيكون عندك تكوين أكاديمي تكون ان نوم دو تيران نهائيا. دور ترجع الماك دور 120.